بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن ثلاثة أصول. كما أحب أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن الدكتور سعد الحميد سيقدم درسه في شرح النخبة غدا الساعة 4:30 عصرا بدلا من شرح 40 للدكتور فالح الصغير، وذلك لظرف طارئ للدكتور فالح. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا عبد الرحمن، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. نواصل أيها الأفاضل شرحنا للأصول الثلاثة، وحديثنا بفضل الله جل وعلا في هذا اللقاء عن قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح المقدمة الجميلة التي ضمنها المصنف الدين كله بأسلوب فذ بليغ في كلمات قليلة، وها هو يشرع الآن بفضل الله جل وعلا في ذكر الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة هي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأصول الثلاثة. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ هذه الأصول بصيغة السؤال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أسلوب من أساليب لفت الانتباه، يريد أن يستحوذ على اهتمام الطالب أو اهتمام المستمع أو اهتمام المسؤول أيا كان هذا المسؤول. فهو لا يعنيه أن يعرف من هذا الذي قيل له فإذا قيل لك، لا يعنينا هذا، لأنه حتى لو عرفنا من هذا فلن يتغير الجواب في شيء، إنما هو أسلوب من أساليب لفت الانتباه وشد وجذب الاهتمام. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، على المسلم والكافر، على الإنسان كل الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه جل وعلا ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بدأ بهذه الأصول الثلاثة، وهي أصول كبيرة، بل هي الدين، بل لا يصح لإنسان على وجه الأرض دين إن تخلف أصل من هذه الأصول الثلاثة.
وهي التي سيسأل عنها العبد أي عبد في قبره، كما في الحديث الطويل الجميل الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يأتيه ملكان في قبره ويقولان له: من ربك؟ فالمؤمن، أسأل الله أن يجعلنا منهم، المؤمن يقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول المؤمن: دين الإسلام. من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل إليه ريحها وطيبها، إلى آخر الحديث. وأما الكافر عياذا بالله يأتيه ملكان ويسألاني هذا العبد أيضا هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ فيقول الكافر أو المنافق: لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له أو فيسأله الملكان: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقول الملكان: من نبيك؟ فيقول: لا أدري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه الأسئلة وهذه الأصول لا يصح دين إلا بها. وأول من سيسأل وأول ما ستسأل عنه في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ معرفة العبد ربه تبارك وتعالى هي الأصل الأول، فلا يصح لعبد دين إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى وأفرده وحده جل وعلا بالعبودية والعبادة. فليس القصد أن يقر العبد لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، وإنما القصد أن يفرد العبد حين يتعرف على الله عز وجل، أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية. لذا يقول، اقرأ معي مرة أخرى أخ عبد الرحمن: فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. حسبك. فإذا قيل لك من ربك، سؤال بكل أسف يجهل الجواب عنه مليارات من البشر الآن. هل تتصور أن هذا السؤال لا يعرف الجواب عنه على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الأرض؟ قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأكثر أهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال، فلا تستهن بالسؤال. فإذا قيل لك من ربك لا تستهن بهذا السؤال، بل لقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه للجارية: من ربك؟ أين الله؟ من أنا؟ فأكثر أهل الأرض لا يحسنون الجواب على هذا السؤال الذي يتكون من كلمتين اثنتين: من ربك؟ فإذا سئلت من ربك فليكن جوابك كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ربي الذي رباني. الله، رباني. إذن فلنعرف معنى رب. رب بدون الألف واللام صاحب كل شيء ومالكه. رب بدون الألف واللام، يعني بدون التعريف، صاحب كل شيء ومالكه. ولعلكم تذكرون قولة عبد المطلب لأبرهة، وهذا الاسم فيه خلاف لا يتسع الوقت لذكره الآن، لكنه مشهور عند أهل التاريخ والسير. حينما سأله أبرهة صاحب الفيل، قال عبد المطلب: أنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه. فرب كل شيء صاحبه ومالكه. أما الرب بالألف واللام بالتعريف، قال ابن القيم:
هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو خالقها ورازقها ومالكها ومصرفها ومدبر أمرها وشؤونها، لا يخرج شيء عن ملكه ولا عن قهره ولا عن سلطانه تبارك وتعالى. ومن جميل ما قرأت من أهل العلم من عرف الرب بقوله الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. تعريف جميل، الرب هو الخالق ابتداء، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الرب إلا خالقا كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فإن قيل أو فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. يا الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله تبارك وتعالى على جميع العالمين لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، بل العالمون جميعا غارقون في نعم الله من رؤوسهم إلى أقدامهم. والعالم أيها الأفاضل كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، عالم الخلق، عالم البشر، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم البحار، عالم الطير، عالم الحيوانات، عوالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كل من سوى الله فهو عالم، وأنا وأنت والخلق جميعا عالم من هذا العالم، أو عالم من هذه العوالم التي لا يعرف قدرها وحقيقتها إلا من خلقها تبارك وتعالى. ومن لطيف ما قرأت لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومدبر أمرهم. هذه لطيفة جميلة وإضافة جديدة، سموا عالما لأنهم علم على خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم ومصرف شؤونهم تبارك وتعالى. وهذا كما في قول الله عز وجل في الحوار الذي دار بين فرعون وموسى، حين سأل فرعون نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فمن ربكما يا موسى، حين سأل موسى وهارون، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال جمهور المفسرين أي هو الذي خلق كل شيء على شكله وهيئته التي تعينه للقيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها. وقد أضاف العلامة الألوسي إضافة جديدة كما أضاف شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، فقال الألوسي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق كل شيء على الشكل اللائق به الذي يهيئه ويعينه على القيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها ثم هدى، أي ثم جعله دليلا عليه تبارك وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كما سنبين الآن عند قول المصنف رحمه الله تعالى، فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. إذن أيها الإخوة الكرام، ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين بنعمته. ووالله لو ظللت أتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى احتجت إلى حلقات ولقاءات، لكنني أذكر ببعض النعم التي قد يغفل عنها الإنسان. لا شك أن أشرف وأجل وأعظم وأكبر وأطهر نعمة أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله ضر القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة الإسلام هي أشرف نعمة وهي أجل نعمة. والله ثم والله لو فقدت كل شيء ورزقك الله نعمة الإسلام فقد رزقك كل شيء. تدبروا مني هذه الكلمات، أقول ماذا فقد من وجد الإسلام؟
وماذا وجد من فقد الإسلام؟ أكرر، ماذا فقد من وجد الإسلام؟ ما فقد شيئا، حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب ما فقد شيئا، ما دام ربنا تبارك وتعالى قد أنعم عليه بأشرف نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. ماذا فقد من وجد الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ما وجد شيئا على الإطلاق، ولو كان يتمرغ في ألوان النعيم والطعام والشراب والمتاع، فكل شيء بين يديه سيتحول إلى شقوة وضنك. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآيات، لا أنسى أبدا هذا المشهد الذي أتعمد الآن ذكره، لأنني سأذكر بنعمة لا ينتبه كثير من الخلق لها. قدر الله تبارك وتعالى أن أذهب يوما مع بعض إخواننا لنزور بعض إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، أخذنا بعض الهدايا وذهبنا إليهم، وقدر الله جل وعلا أن ندخل عنبرا للنساء، فجاءت فتاة في العشرين من عمرها تقريبا، من أجمل ما رأت عينك، من الله عز وجل عليها بحسن خلق عجيب. فجاءت هذه الفتاة وأخذت الغطرة من على رأسي وألقت على رأسها، ثم وضعت على رأسي، ثم أخذتها وألقت على الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية، ثم بكت بصوت مرتفع، كل هذا في دقائق معدودات، وأمام أعيننا وبين أيدينا وقفت لتتجرد من ثيابها كما ولدتها أمها. فبكيت والله وخرجت مسرعا وأنا أقول للإخوان معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. من منا فكر في نعمة العقل؟ هذا كوب، وهذا كمبيوتر أو ما يسمى باللابتوب، وهذا استوديو، وهذه كاميرا، وهذا رجل، وهذه امرأة، وهذه شاشة، وهذا منضبة. من فكر في نعمة العقل وشكر الله تبارك وتعالى عليها؟ أن تعقل كل شيء من حولك، قل من يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أذكرك بنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى وتتوالى علينا تترى في الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن في نعم الله نتقلب من رؤوسنا إلى أقدامنا، سبحان ربي العظيم، تمتد يدك إلى ألوان الطعام والشراب، ولن أتحدث عن هذا الرزق. فالرزق كما بينت قبل ذلك لا يقتصر على المال، كما قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. لأن بعض الناس يتصور أن النعمة في المال وأن الرزق في المال فحسب. كلا كلا، هذه صورة من صور الرزق، وهذا نوع من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. تمتد يدك بانسيابية جميلة، وتمسك أصابعك الطعام بانسيابية جميلة، ثم تمتد يدك بالطعام إلى فمك، ولو كنت تأكل في الظلام لن تخطئ يدك أبدا، ولن تضع يدك الطعام في عينك أو في أذنك أبدا، حتى ولو كنت أعمى لا ترى، والفم ينفرج دون أمر منك للفم بالانفراج، والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يتحرك، واللعاب يسهل، ولسان المزمار يفتح البلعوم حين البلع، والمعدة تقوم بدورها، والبنكرياس يقوم بدوره، والأمعاء الدقيقة بدور، والغليظة بدور، وفتحة الشرج بدور، ثم بعد ذلك يتحول إلى دماء، والقلب يقوم بدوره، بطين وأذين أمور عجيبة لو تفكرت فيها لوحدت الخالق ولأفردته تبارك وتعالى بالعبادة. لذا فهو ربنا جل وعلا يلفت أنظارنا ويقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويلفت أنظارنا كما سأبين الآن للنظر في هذا الكون كله، من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، لنتعرف عليه تبارك وتعالى. فما أعظم الآيات وما أكثرها لذوي الفطر والعقول والألباب. إذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته،
ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كان أحد السلف إذا دخل عزكم الله دورة الخلاء وخرج، إذا دخل على قدميه وقضى حاجته بنفسه وطهر نفسه بيده وخرج، وضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. وكان ابن السماك رجلا زاهدا واعظا عالما عابدا، خرج مع ملك من ملوك الدنيا في يوم من الأيام في رحلة صيد، وتبع هذا الملك أرنبا أو غزالا، ثم عاد وقد أرهقه العطش وكاد أن يقتله الظمأ، فألح على ابن السماك في طلب كوب من الماء: أدركني بكوب من الماء البارد. فلما أحضر له كوب الماء قال: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملكي. قال: أسألك بالله يا سيدي، ولو منع فيك، لو حبس فيك، فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فربي وربك الله الذي ربانا بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو معبودي. هذا هو الأصل، هذه الغاية، يعني كل هذا من أجل أن نصل إلى أن هذا الإله العظيم جل جلاله الذي ربانا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، والذي أغرقنا في فضله جل وعلا، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. كيف يرزقني وأعبد سواه؟ خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. كيف يرزقنا ويخلقنا ويغرقنا في فضله ونعيمه؟ كيف يقلبنا في فضله جل وعلا من رؤوسنا إلى أقدامنا، ثم بعد ذلك نفرد غيره بالعبادة، فنسأل غيره ونذبح لغيره ونفوض لغيره ونلجأ لغيره ونتوكل على غيره ونستعين بغيره ونستغيث بغيره ونطوف بغير بيته جل وعلا؟ هذا الإله العظيم جل جلاله هو وحده الذي يستحق أن يعبد، فهو معبودي الذي لا معبود لي سواه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الوقوف إلا على بابك أنت. فلتتبرأ من كل الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، لتفرد الله وحده بالعبادة، فهو معبودي لا معبود لي سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهو رب العالمين، مالكهم ورازقهم وصاحب الفضل عليهم والمتفضل عليهم بنعمه، له الحمد كله، وله الثناء كله، وله الفضل كله، وله الأمر كله، ولا يستحق أن يعبد إلا إياه تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله تبارك وتعالى هو الرب وهو المعبود. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ اقرأ: فقل بآياته. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حسبك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الله. يستخدم المصنف رحمه الله تعالى الدليل العقلي والنقلي. فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. وإذا عرفنا الآيات بهذا التعريف فحينئذ تندرج المخلوقات تحت مسمى الآيات. إذا قلنا بأن الآيات تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية، فالآيات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخره، وما أكثر هذه الآيات. والآيات الشرعية هي ما أوحى الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، هي الوحي. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن المصنف رحمه الله تعالى قد عطف الخاص على العام. لو عرفنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، فآيات الله تبارك وتعالى الكونية كثيرة. انظر إلى هذا الكون، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالكون كله يسبح والكون كله يوحد إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما أكثر الآيات، لا أريد أن أكرر نفس الآيات التي قرأها أخونا عبد الرحمن، ما أكثر الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، الآيات التي تدل وتعرف العبد على الحق سبحانه وتعالى، على ربه جل وعلا. تدبروا معي قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات جعل الله المخلوقات آيات كريمة تدل عليه تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر حتما لابد أن يصلوا إلى هذه النتيجة الحتمية إن كانوا من أولي الألباب، إن كانوا من أصحاب العقول. حينئذ سيرددونه بحب لله وخوف: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتدبروا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تدبروا قول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله يخرج علينا رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ويقول لقد توصلنا بعد البحث والتجربة العلمية أن الأجرام السماوية ما وضعت في الكون مصادفة عشواء وإنما وضعت بحسبان فلو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أسفل قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض ولو أن القمر ترك مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض ومات أهل الأرض غرقا أو عطشا والشمس والقمر حسبان وقال جل جلاله إن كل شيء خلقناه بقدر أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ذكرنا بآيات وبتوحيد الربوبية ليلفت الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية للإقرار له بتوحيد الألوهية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ لا بد من هذا. أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ أإله مع الله يستحق أن يفرض بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، بالعبودية التي تنبني على كمال الحب وكمال الذل؟ ليست القضية أن تقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر فحسب، كلا، بل إن أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لشؤون الكون كله، فحينئذ يجب عليك أن تفرده وحده بالعبادة، كما استشهد المصنف رحمه الله بقولة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حين قال: الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يفرد وحده بتوحيد الألوهية تبارك وتعالى. ما أكثر الآيات وما أعظم الآيات. ولو تدبرنا قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا الله، يلقي الرجل نطفته في لقاء في الحلال الطيب مع امرأته، وينام الرجل مع المرأة وقد أودع نطفته امرأته. هذه النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية تتسابق كلها لتصل إلى عروس جميلة واحدة تسمى بالبويضة، لا تخرج من رحم المرأة إلا مرة في الشهر. تهلك كل الحيوانات المنوية في هذا الطريق الطويل إلى البويضة أو إلى هذه العروس الجميلة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. هذه المعلومة الهائلة الدقيقة لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة جدا، مع أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر عنها من 14 قرنا، فقال كما في صحيح مسلم: ما من كل الماء، ما المراد بالماء هنا؟ المني. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، صلى الله عليه وسلم. فيصل إلى البيضة حيوان منوي واحد، تخرج البيضة عليها تاج مشع لتلفت أنظار الحيوانات المنوية إليها، فإذا اقترب منها حيوان منوي أفرزت البيضة سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البيضة، فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا ليبدد جزءا من التاج المشع على جسم البيضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإذا اخترق الحيوان المنوي جدار البيضة وخصبها، وحدث ما أسماه القرآن بالنطفة الأمشاج، وما أسماه المتخصصون بالزيجوت، تتحول هذه النطفة الأمشاج بعد أيام قليلة إلى علقة، وسماها الله تبارك وتعالى علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، وبعد أيام تتحول العلقة إلى مضغة، وسماها الله في هذه المرحلة مضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، وتتحول المضغة بعد ذلك إلى عظام. يا الله، ألم أقل إلى عظمة، بل تتحول إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع، لو نظرت إليه لعرفت ربك. لو نظرت إلى الهيكل العظمي فحسب لعرفت ربك. من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ كان ماء مهينا حقيرا، يتحول إلى هذا الهيكل العظمي، ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح. وهنا وقف عالم الأجنة الشهير ألاكسيس كيريل كما ذكرت قبل ذلك، وصرخ حين راقب مراحل نمو الجنين في بطن امرأة، فحينما نفخت الروح ودق القلب ونبض
وتحرك الجنين حركة كاملة في رحم أمه، صرخ هذا العالم وقال Here is God. لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الروح إلا من الله جل وعلا، لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الحياة إلا من الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. لذا يلفت ربنا أنظارنا إلى أنفسنا لنتفكر لنتدبر لنتعرف عليه، فيقول جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى أي شيء في الكون، والله العظيم لتعرفت على الخالق سبحانه وتعالى، والله لو نظرت إلى أي شيء لتعرفت على الخالق، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأذكر بعض الأدلة العقلية سريعا. استدل الإمام أحمد بالبيضة فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله؟ هل فكرت في البيضة التي تأكلها كيف خرج منها هذا الكتكوت الجميل، كتكوت الجميل وهذا الفرخ الرائع؟ ثم أعجب سبحان الله حينما وقد راقبت بعيني مرارا، فهذا مشهد يعني يؤسرني، حينما تراقب الكتكوت وهو ينقر البيضة وترى خروجه ترى عجبا، ومع هذه اللحظات تراه ينقر في الأرض دون أن يرى الديكة دون أن يرى الدجاجة. فمن الذي علمه داخل هذه البيضة أن الله تبارك وتعالى قد جعل رزقه في هذه الأرض، ومن هذه اللحظة يبحث عن رزقه وعن قوته؟ ثم يستدل الشافعي بورقة التوت فيقول ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا. لو كانت الأمور بالصدفة لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واستدل الأعرابي الذي لم يتخرج إلا من جامعة الفطرة، استدل على ربه تبارك وتعالى بهذه الكلمات الرائعة فقال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته وما أكثر آياته جل وعلا، فقل بمخلوقاته وما أكثر مخلوقاته جل وعلا. ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم
ولو تتبعنا أحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ولو تتبعنا الأدلة العقلية لرأينا العجب العجاب. وصدق ربي إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. فليعي كل عاقل على وجه الأرض ليصل إلى هذه النتيجة، ألا وهي، أكمل أخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه هي الغاية. هذا النظر وهذا التفكر وهذا التدبر وهذا الاستدلال بآيات الله تبارك وتعالى ومخلوقاته، الغاية منه أن تفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فالخالق لكل هذه الأشياء، الخالق لكل هذه المخلوقات، لكل هذه الآيات، الذي دبر الكون بهذا التدبير المحكم المتقن، الذي خلق الكون بهذا الإبداع، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى. واستدل المصنف بآية كريمة جميلة من كتاب ربنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أين عقولكم؟ كيف وقد خلق الله تبارك وتعالى لكم هذا الكون من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض؟ كيف وقد خلق الله عز وجل لكم هذه الأرض وجعل لكم فراشا ساكنة آمنة مطمئنة، ثبتها وأرساها بالجبال الراسيات وأمدها بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وزينها بالأنهار والبحار والأشجار والورد والزهور والرياحين، وأودعها من الكنوز والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وأنزل لكم من السماء ماء ورفع فوقكم السماء بغير عمد ترونها، وزينها بالكواكب والأقمار والنجوم والشموس. هل من العقل بعد كل هذا أن تفردوا إلها غيره بالعبادة، وأن تصرفوا العبادة في أي جزئية من جزئياتها أو صورة من صورها لغيره تبارك وتعالى؟ فالرب هو المعبود الذي خلق والذي يستحق أن يعبد، الذي يرزق والذي يستحق أن يعبد، الذي يدبر أمر الكون هو الذي يستحق أن يعبد. يا أيها الناس، وهذا نداء عام لكل الناس على وجه الأرض، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأود أن أبين هنا لطيفة جميلة في هذه الآية. فإذا كانت العبادة أيها الإخوة هي الغاية من خلق الخلق، فإن الله قد جعل التقوى غاية العبادة. هذه لطيفة جميلة، انتبهوا إليها. إذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الغاية من العبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله! إذن الغاية من العبادة أن نحقق التقوى، كما ذكرت في اللقاء الماضي
الله جل وعلا يأمرنا بالعبادة لأنه في حاجة إلى طاعتنا، فالله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن العبادة لنحقق التقوى. إذن ما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من التقى، التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى إذن تدبروا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي العبادة. فالعبادة امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحدود. هل وقفتم على هذه اللطيفة الجميلة؟ إذن الغاية من العبادة هي أن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، ونواصل الحديث إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل عن أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم يحيى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. ممكن سؤال من المحاضرة الأولى؟ تفضلي. لو سمحت حضرتك، قلت بعد أن نعرف الله ونتعرف عليه وعلى رسوله وعلى ديننا الإسلام لا يجوز لنا موالاة من حاد الله ورسوله. نعم. يعني سؤال في جزئيتين. نعم. يعني من هم الذين يحدون الله ورسوله؟ هل هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بالله من غير المسلمين؟ وهل هم عم يعني النصارى مثلا اللي بيعيشوا معانا من الجيران وفي مجال العمل مثلا، ولا هم يعني بيحاربوا الإسلام محاربة فعلية يعني زي الجيوش؟ والسؤال الثاني يعني ما حدود الموالاة؟ يعني هل يعني ايه هي الموالاة؟ بمعنى هل التعامل العادي معاهم ده يعد موالاة؟ يعني لو في جارات صحية او كده لما تعامل معها معاملة عادية دي موالاة ليها ولا كيفية التعامل معهم؟ نعم. وهل اللي بيحادوا الله ورسوله ممكن يكونوا من الذين اشهدوا ان الله وان الاسلام هو دينهم وان محمد هو رسولهم، ومع ذلك لا يتبعون سنته في بعض الاحيان سواء عن جهل او عدم معرفة بهذه السنة؟ نعم. طيب واضح، جزاكم الله خيرا. ممكن سؤال آخر؟ تفضلي. لو سمحت، يعني في مشكلة يعني بتجابهني من ساعة ما بدأت أدرس دراسة دينية، يعني لما أجي يعني أنصح بعض الأخوات في مجال الدعوة بحاجات معينة زي مثلا الأعياد، يعني أقول لهم إن يعني نحن المسلمون يعني عندنا عيدين فقط، عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر ويوم الجمعة، عيد كل المسلمين، يعني مفيش أعياد زي المولد النبوي. طيب ممكن السؤال مباشرة؟ نعم. السؤال مباشرة؟ يعني كيف أستطيع أن أقنعهم بهذه الكلام ده وهم بيقولوا لي يعني من أين جئت بتفسير هذه الأحاديث؟ يعني بقول لهم شيوخ أجلاء يتبعوا السنة، بيقولوا لي يعني إزاي نعرف أن هم بيتبعوا السنة؟ ما في فقهاء. طيب الأسئلة واضحة، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد، يبدو أن الاتصال انقطع. فضيلة الشيخ، الأخت أم يحيى من مصر كانت تسأل عن سؤالها الأول، من الذين يحدون الله ورسوله؟ كل من كفر بالله تبارك وتعالى وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الحرب على الله ورسوله والعداء على الإسلام فهو محاد لله ورسوله. ولذا نرى المصنف رحمه الله هنالك قال من عرف الله تبارك وتعالى ووحد الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. واستدل بقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآيات: فكل من حاد الله ورسوله كفر به تبارك وتعالى أو أعلن الحرب على الله وعلى رسوله لا يجوز لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يواليه، أن يتودد إليه، أن يحبه، أن يتقرب إليه، أن يظهر الود له. فقد أصلت معنى الولاء وقلت الولاء أصله الحب والبراء أصله البغض. الولاء أصله الحب والبراء أصله البغض، فلا يحل البغض، فلا يحل أبدا لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يوالي أو أن يحب أو أن يتودد أو أن يتقرب لكل من حاد الله ورسوله، لكل من أعلن الحرب على الله وعلى الإسلام والمسلمين. وقد ذكرت أبياتا جميلة أذكر بها الآن مرة أخرى ففيها معاني جميلة. أقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أما الضوابط فقد فصلت الحديث فيها تفصيلا في الحلقة التي سألت الأخت عنها، فأرجو أن لو راجعت سماعها عبر يعني أشرطة هذه القناة على موقع الإنترنت. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا الولاء له ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. اللهم آمين. كان لها سؤال: هل الذين يحادون الله ورسوله هم الذين لا يتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي أن نسقط هذا الحكم على الإطلاق على كل من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون هذا المخالف لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف إلا متأولا، ما خالف إلا جاهلا، ما خالف إلا مكرها. فيجب علينا ألا نتعجل بإسقاط هذه الأحكام الكبيرة إلا بعد أن تقام الحجة الرسالية الخاصة على كل من نريد أن نسقط الحكم عليه. يعني لا ينبغي أبدا، لا يحل لأي أخ من إخواننا أو طالب من طلبنا أن يرى رجلا على بدعة مثل قل هذا محاد لله ورسول. لا يا أخي، اصبر وانتظر، بل لابد أن نقيم الحجة الرسالية الخاصة على هذا الرجل الذي تود أن تسقط هذا الحكم الضخم عليه. فقد يكون جاهلا كما ذكرت، وقد يكون متأولا، بل قد يتصور أنه على الحق المبين. وفرق كبير جدا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بين إقامة الحجة وفهم الحجة. فرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة. يعني ينبغي إن أقمت الحجة على هذا المعين أن يكون فاهما لهذه الحجة، وإلا فلا يحل لك أبدا أن تخرج لتطبل وتزمر تقول لقد أقمت الحجة على فلان وفلان، هذا لم يفهم الحجة، لم يفهم مراد الله ولم يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تفرقوا أيضا بين الحجة الرسالية العامة والحجة الرسالية الخاصة. فالحجة الرسالية العامة قد أقيمت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما الحجة الرسالية الخاصة فهذه واجبة على كل مسلم أردت أن تسقط حكما بالتعيين عليه. لابد أن ترفع عنه الجهل، لابد أن ترفع عنه التأويل، لابد أن ترفع عنه الإكراه. ولذا أقول كما قال الشيخ الإسلام تيمية: فرق بين الحكم على الإطلاق والتعيين. فالحكم على التعيين لابد فيه يا إخوة من تحقق شروط وانتفاء موانع. لا تتعجل بإصدار الأحكام، وأنا أتألم غاية الألم من كثير من شبابنا وطلابنا ممن يتجرؤون الآن على إصدار أحكام خطيرة على الناس، ربما بالتكفير وربما بالتفسيق وربما بالتبديع، دون أن يكون هو أصلا فاهما للدليل ولا لمرتبة الدليل ولا لمناط الدليل، ولا يحسن أن يفرق بين مجمل ومبين وبين عام وخاص وبين ناسخ ومنسوخ. يأتيني مجموعة من شبابنا من طلابنا وقد كفروا الناس جميعا
الحكام والمحكومين. فقلت أتيتم لتضييع الوقت أم لمعرفة الحق؟ قالوا لا، أتينا لنعرف الحق. قلت من يكلمني في هذه المجموعة؟ قالوا فلان. قلت يا أخي والله لا أسألك هذا من باب التحقير، أشهد الله، لكنني أود أن أضع قدمك على أرض صلبة، أسألك هل تحفظ كتاب الله جل وعلا؟ قال لا، والله الذي لا إله غيره. قلت هل تحفظ 1000 حديث مثلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت يا أخي هل تعرف الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل؟ قال ما هذا، لا أعرف هذا. قلت هل تستطيع أن تفرق بين مجمل ومبين وبين عام وخاص وبين نسخ ومنسوخ؟ قال لا، أنا لا أعرف هذا، ما درست هذا. قلت أخي تريد أن تتكلم في أخطر قضية وفي أضخم قضية وفي أول قضية اختلفت فيها الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تحسن أن تفرق بين الدليل ومرتبته ومناطاته، وأنت لا تحسن أن تستشهد عقلي بدليل من كتاب الله تبارك وتعالى إلا بما تحفظه أنت للمسألة فحسب دون أن تكون على بصيرة بالأدلة الأخرى في المسألة ذاتها، فهذا خلل. فأنا أحذر شبابنا وإخواننا من عدم التعجل في إصدار الفتوى. وبعدين يا أخي أنت مش شغلتك الفتوى، أنت مش شغلتك تفتي وتصدر الأحكام على الناس، هذا أمر ينبغي أن يقوم به العلماء، وينبغي أن يتأدب شبابنا الآن في ظل هذه المرحلة الحرجة، وأن ندع الفتوى لأهلها من أهل العلم المتخصصين ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم الشرعي. ولا أقول ذلك من باب التنقص لأحد، فالعلماء هم الذين يقدرون الفتوى حق قدرها. سأكتفي بمثال واحد فقط. أتى سائل لعبد الله بن عمر فسأله وقال يا ابن عمر أترف العمة؟ فقال ابن عمر اذهب إلى العلماء فاسأله. فقال السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل فقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. فأنا أحذر شبابنا من عدم التعجل في إصدار الأحكام على الآخرين، لا بالتكفير ولا بالتفسيق ولا بالتبديع، اللهم إلا إذا أقيمت الحجة الرسالية الخاصة على معين من الناس وحققنا شروطا معلومة وأنفينا موانع معلومة، حينئذ يستطيع هذا الرجل إن كان على بصيرة وإن كان على فهم لأدلة المسألة التي يقيم الحجة بها أو فيها على الشخص المعين، حينئذ نستطيع أن نقول له بعد هذه الحجة أن يسقط الأحكام بعدل وإنصاف لا بظلم وهوى. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نعم. معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. ممكن تخلص لو تكرمت؟ انا بغيت رقم الشيخ الشخصي، بغيت منه موعد لان عندي موضوع مهم وخاص. طيب يعطونك ان شاء الله في الكنترول. هل لك اي سؤال او استفسار اخر؟ لا شكرا، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخ خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الاخ خالد. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع. فضيلة الشيخ. الأخت رباب ربيع من مصر تقول السلام عليكم شيخي الفاضل، عندما أفعل طاعة ما بعد الانتهاء من هذه الطاعة أشعر بفرحة بما صنعت وأفرح بنفسي التي تغلبت على الشيطان وفعلت هذا، هل هذا يا شيخ يعد خطأ؟ ثم ما هي الخطوات العملية لرقة العين؟ ثم هل يجوز لمرأة أن تقول لشيخها إني أحبك في الله؟ وإن كان يجوز فأنا أحبك في الله. يا سألت وأفتت. أما بالنسبة للسؤال الأول، الفرح بالطاعة لا يعد من الرياء، الفرح بالطاعة لا يعد من الرياء، فربنا سبحانه وتعالى قل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، إنه لا يحب الفرحين، لا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل، لأن الفرح الذي يبغضه الله عز وجل هو فرح الكبر والبطر، أما الفرح بالطاعة والفرح بالبعد عن المعصية فهذا لا يذوق حلاوته إلا من حقق الإيمان، ولا حرج البتة فيه، ولا يعد هذا من الرياء.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السؤال الآخر. السؤال الآخر، وهل يجوز لامرأة أن تقول لشيخها؟ لا، قبل ذلك ثم ما هي الخطوات العملية لرقة العين؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربما أتعرض لهذا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وأنا أتحدث عن الخشوع، ربما أتعرض لهذا وأنا أتحدث عن الخشوع. فلقد ذكر الشيخ 14 نوعا من أنواع العبادة باستثناء الإسلام والإيمان والإحسان، ولن أتحدث عن هذه لأن هذه مراتب من مراتب الدين، سنتكلم عنها في مرتبة الأصل الثاني في حديثنا عن الإسلام. لكن الشيخ ذكر 14 نوعا من أنواع العبادة منها الخشوع. ربما في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى أشرح وأتوقف عند الخشوع قليلا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الخشوع. أما السؤال الآخر فالأولى ألا تخبر الأخت الشيخة بهذا، فربما يكون ذلك بابا من أبواب الفتنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأخواتنا وإخواننا في الدنيا والآخرة. نعم، اللهم آمين. الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله عنا خيرا. في باب معرفة الرب عز وجل، ما معنى قول السلف الصالح: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟ يعني هذه عبارة القصد منها أن هذا الرجل وصل إلى درجة من اليقين حتى أنه ما أصبح في حاجة إلى مزيد أدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي يستحق أن يعبد. يعني لو كشف له الحجب وكشفت له الحجب وكشف له الغطاء، يعني لم يزداد يقينا. فلقد عرف ربه معرفة يقينية بالآيات الكونية والآيات الشرعية لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخت أم وليد من السعودية تقول: كيف يتم شكر النعم مثل نعمة السمع وغيرها؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة يكون ابتداء بالشكر، والشكر ليس كلمة باللسان فقط، ولكن للشكر أركانا، تصديق القلب، يعني اعتراف العبد بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، أن تقر بأن المنعم والمتفضل عليك هو الله، وأن توظف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الثناء على الله عز وجل بنعمه وفضله، أن تعترف بأن صاحب الفضل هو الله وبأن صاحب النعم هو الله، وأن تشكر الله عز وجل وأن تكثر الثناء والحمد له سبحانه وتعالى، وأن توظف هذه النعم في طاعته تبارك وتعالى. فليس من الشكر أن توظف نعمة السمع لسماع ما حرم الله، ليس من الشكر أن توظف نعمة البصر للنظر إلى ما حرم الله، ليس من الشكر أن توظف نعمة اللسان للغيبة والنميمة والكذب والبهتان والضلال، ليس من الشكر أن توظف نعمة اليد للظلم والبطش، ليس من الشكر أن توظف نعمة القدم للسعي إلى المعصية، وهكذا. فشكر النعم، شكر نعم الله تبارك وتعالى يكون بالثناء على الله، ويكون بالاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل، ثم بتوظيف هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. أيتها الأخت الكريمة، إن أعطاك الله مالا شكرك لله على هذه النعمة أن تنفقي من هذا المال، إن أعطاك الله زوجا صالحا شكرك لله على هذه النعمة أن تطيعي هذا الزوج طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى، إن رزقك الله الأولاد فشكر الله لهذه على هذه النعمة أن تحسني تربية الأولاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، إن رزقك الله نعمة الصحة والعافية فشكرك لهذه النعمة أن تقومي بالليل لتصلي لله تبارك وتعالى أو لتطيع الله جل وعلا، وهكذا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نفيس كلام ابن القيم رحمه الله قال: الشكر هو الجالب والحافظ. الشكر هو الجالب والحافظ، يعني هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكره، إنه على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ محمد من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، أشهدكم أني أحبكم في الله. ذكرتم في الحصة السابقة أن من نعم الله علينا أن ولدنا في بلدة إسلامية ولله الحمد، فهل رفعت شبهة من يقول أن من ولد في بلاد الكفر من أبوين يهوديين أو مسيحيين لا ينبغي أن يؤاخذ بما قدر عليه، وخصوصا إذا علمنا
أن كل من تمسك بدينه في مطلع حياته تمسك به ولم يبحث عما سواه كما هو حال المسلمين. المرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. نعم، التوضيح في حديث جميل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، لا يسمع بي. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم السماع وبلوغ الحجة، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لابد من البلاغ، لابد من أن تصل الحجة إلى أي أحد أيا كانت ملته وأيا كانت شريعته وأيا كان دينه، على اعتبار أن الدين أيا كان فهو دين، وهذا موجود عند أهل العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واضح؟ إذن كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد والإيمان، كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن بلغه هذا الدين وبلغته الحجة ومات على غير الإسلام مات كافرا بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شاء ربنا وقدر أن يبعث في كل أمة رسولا وأن يبعث في كل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. فشاء الله وقدر ألا يعذب إلا بعد أن تبلغ الرسالة وأن تقام الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا لو عذب الله تبارك وتعالى الخلق لعذبهم بمقتضى إقرارهم الأول، لعذبهم بمقتضى إقرارهم الأول له سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لو شاء الله أن يعذب الخلق بمقتضى هذا الإقرار لعذبهم، لكن شاء ربنا وقدر بعد هذا الإقرار أن يرسل الرسل والأنبياء ليذكروا الخلق بهذا الميثاق بالحق تبارك وتعالى، وليدلوهم على الله عز وجل، وليأخذوا بأيديهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فمن عصى الرسول وكفر بالله وبعدما بلغته الحجة هذا هو الكافر الذي هو في النار وبئس المصير بنص القرآن وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الإشكال قد أزيل، وأسأل الله أن يختم لكم بالتوحيد والإيمان. نعم. اللهم أمين. الأخ علي جابر من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير شيخنا الفاضل. ما مدى صحة قول القائل: الله عرفناه بالعقل ولا يتطرق للنقل وشكرا؟ لا حرج أن أقول عرفت الله تبارك وتعالى بالعقل من باب الإقرار لله بتوحيد الربوبية، لكنني ذكرت أن الإقرار لله بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي. فلقد أقر لله بتوحيد الربوبية المشركون الأوائل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
فلا حرج أن أقول لو نظر الإنسان بعقله إلى آيات الله الكونية بعقله إلى آيات الله الكونية لتعرف على الله كهذا الاستدلال الأثري، هذا ما يعرف عند علمائنا بأدلة الأثر أو بدليل الأثر، كهذا الاستدلال البديع الذي استدل به الأعرابي حين قال البعرة تدل على البعرة، هذا استدلال عقلي ونحن لا ننكر أبدا الأدلة العقلية. وقد ذكرت أن المصنف رحمه الله تعالى قد استدل على معرفة الله بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، لكن لا ينبغي البتة أن يتصور أحد أنه سيتعرف على الحق وعلى ما يجب عليه وعلى العبادة الكاملة لله بالدليل العقلي فحسب، وإنما هو يتعرف بالدليل العقلي على الله ثم يجب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى النقل حتما، أن ينقاد إلى منهج الأنبياء والمرسلين ليتعرف على ما أمره الله تبارك وتعالى به ونهاه الله عنه وحده له جل جلاله، إذ لا يمكن أبدا أن تتعرف على أمور الغيب وعلى حقائق الكتاب وعلى حقائق الوحي إلا من طريق الرسل والأنبياء. قال الله تعالى لأشرف وأطهر وأنور وأزكى عقل لنبينا محمد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مع أنه صاحب أزكى عقل لكنه قبل أن ينزل الله عليه الوحي ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لا أود أن يفهم أحد يتابعنا في أي مكان في العالم الآن أنني أقلل من شأن العقل أو أحقر مكانة العقل أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا بل يباركه ويزكيه ويقويه، وما أكثر الآيات التي تدعو إلى التعقل والتدبر أفلا يعقلون أفلا تدبرون فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا، كلها آيات تدعو العقل لأن يعمل، لكن بشرط أن يعمل العقل أن يعمل العقل في مجاله وأن يبدع العقل في مجاله، لا أن نجعل من العقل طاغوتا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العقل قال العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. ولله ضر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فلا حرج أن نستدل بالدليل العقلي ثم يجب علينا بعد ذلك أن نستدل بالدليل النقلي لنتعرف على الغاية التي من أجلها خلقنا والوظيفة التي من أجلها تعثنا، ولا يكون ذلك أبدا إلا من طريق الرسل والأنبياء، والله أعلم. نعم، هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ مصعب. شيخان فاضل عزك الله وأحسن إليك، يسأل العبد في قبره عن الأصول الثلاثة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هناك فرق في رد الكافر ورد المسلم العاصي؟ جزاكم الله خيرا. الأمر يعني بيد ربي تبارك وتعالى، علمه عند الله عز وجل، لكن لا شك أن الكافر يقول قولة حاسمة واضحة كما في الحديث ها لا أدري، هذا الكافر، وكذا المنافق. والراجح عندي من خلال فهمي أن المنافق هنا الذي يقول ها لا أدري هو من وقع في النفاق الأكبر، في نفاق الاعتقاد، هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله. أما منافق العمل فهذا أمره لربي تبارك وتعالى، ومعلوم أن خصال النفاق العملي تتكون أو تشتمل على خمسة أصول أو على خمسة خصال، بمجموع حديثي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيح، روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أقلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، إذا حدث كذب وإذا وعد أقلف وإذا أؤتمن خان.
وفي لفظ إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فنفاق العمل أمر المنافق الذي وقع في بعض صور النفاق العملي أمره إلى الله تبارك وتعالى، لكن الحديث بين جواب المؤمن أو جواب المسلم وجواب الكافر، ويندرج مع الكافر المنافق الذي وقع في النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد. أما أهل المعاصي فحالهم وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يسترناكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، إنه ولي ذلك مولاه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من السعودية يقول: لماذا فرق المؤلف بين الآيات الشمس والقمر والمخلوقات السماوات والأرض؟ ذكرت في ثنايا الشرح أننا لو عرفنا الآيات بأنها تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، لكان ذكر المصنف للمخلوقات بعد الآيات من باب عطف الخاص على العام. أكرر، لو عرفنا الآيات بأنها تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، والآيات الكونية هي المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخره، لكان حينئذ ذكر الشيخ رحمه الله للمخلوقات بعد الآيات من باب عطف الخاص على العام. والواو في قوله تعالى فإذا قيل لك بما، في قول المصنف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، معلوم عند علماء اللغة أن الواو تقتضي المغايرة، أن الواو تقتضي المغايرة، فالآيات غير المخلوقات، وهذه يناقش فيها المصنف رحمه الله تعالى. لكن الذي أفهمه من كتاب ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم أن المخلوقات تندرج تحت الآيات لنص القرآن، قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، آية سورة البقرة، لآيات لقوم يعقلون. هذا والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت سهير من مصر تقول: فضيلة الشيخ، قلتم في حلقة سابقة عن المفوضة في أسماء الله وصفاته، فمن هم؟ المفوضة طائفة لا تؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج السلف الصالح، يعني بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأود أن أقول بأن السلف، بأن المنهج السلفي ليس حزبا، وبأن المنهج السلفي ليس جماعة من الجماعات أبدا أبدا. أود أن تعرف الدنيا كلها أن المنهج السلفي هو منهج القرآن والسنة بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فليست حزبا وليست جماعة وليست عصبية، وليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يجعل من نفسه بوابا على بوابة المنهج السلفي ليدخل هذا المنهج من شاء وليخرج من هذا المنهج من شاء. هذا خلل، هذا خلل. فالمنهج السلفي منهج القرآن والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرين، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. فالمفوضة قل نحن نفوض المعنى في الاسم والصفة، مع أن الحق تبارك وتعالى ذكر نفسه أسماء وصفات كريمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسماء كريمة وصفات جليلة، وبين لنا كيف نؤمن بهذه الأسماء والصفات. فنحن نؤمن بالاسم، بالاسم والصفة، من غير تحريف لليف ومن غير تمثيل. أما التفويض فهم يقول نحن نؤمن بها لكن على غير منهج رسول الله وعلى غير منهج الصحابة، يفوضون معنى الاسم ومعنى الصفة لله ولرسوله، ويتوهم هؤلاء متوهمون أنهم بذلك يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره. لكن
يجب علينا إن أردنا أن نقدر الله حق قدره كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم معه أن نؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في القرآن وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة لربه من غير تحريف لا للفظ الاسم ولا للفظ الصفة ولا لمعنى الاسم ولا لمعنى الصفة ومن غير تعطيل لما يحمله الاسم من صفة وكذلك الصفة ومن غير تأويل تعطيل من غير تمثيل. وقد ضربت بعض الأمثلة. فإذا قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا المعنى وجاء ربك وجاء ربك لا تعطل صفة المجيء ولا تقل أنا أفوض الصفة إنما وجاء ربك نؤمن بأن ربنا تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد مجيئا يليق بكماله وجلاله. إذا قال نبينا يتنزل ربنا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا يتنزل ربنا جل جلال لا نعطل الصفة ولا نقول كيف يتنزل لا أنا أفوض معنى التنزل هذا لا بل أنا أؤمن بأن الله يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. ولذا لما سأل رجل إسحاق بن راهوي يا إسحاق كيف تدعون وتزعمون أن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يتنزل إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فقال إسحاق اعلم بأننا نؤمن بأن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. الإشكال أننا نود أن نحكم العقل وأن نحكم الدليل المادي، هذه المشكلة. ولذلك من جميل ما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة في مبحث الأسماء والصفات من الأصول الكريمة الكبيرة التي بنى عليها مبحثه، وقال قطع الطمع في إدراك كيفية الذات، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات، اقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين. الله عز وجل له سمع، الله عز وجل يرى، الله عز وجل له وجه، الله عز وجل له يد، الله عز وجل له أصابع، الله عز وجل له ساق، الله عز وجل له قدم، الله عز وجل له رجل، الله يضحك، الله يعجب، الله يغار، كلها صفات. اقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية الذات، كيف وجه الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف أصبع الله، كيف يد الله، كيف رجل، لا، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. وأظن أنني قد ضربت لكم مثالا لهؤلاء الذين يودون أن يفلسفوا القضية فلسفة عقلية. قلت لا ينكر عاقل أن عالما من العوالم التي تعيش معنا يسمى بعالم النمل، فالنمل موجود، ولا ينكر عاقل أن للنمل لغة واضحة، وهذا أمر محسوس، وإن لم تسمع لغة النمل، وإن كنا نحن الموحدين نعتقد أن للنمل لغة بنص القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة الآيات، لكنني أقول لم يطمع عاقل في أن يأتي بمكبر صوت أو بتسجيل كاسيت وأن يضع هذا المكبر أو هذا التسجيل في وسط مجموعة من النمل ليلتقط صوت النمل ليكبره، لم يطمع عاقل في هذا. أقول قطع العقلاء بسكين العقل الطمع في إدراك كيفية كلام النمل، والنمل خلق من خلق الخالق، أفتقطع الطمع في إدراك كيف يتكلم النمل ولا تقطع الطمع في إدراك كيف يتكلم خالق النمل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به والإيمان برسوله والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وها هو الوقت قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أما اقتراح الأخ أبو جهاد من سوريا والأخت رفيقة من المغرب فنحيلها للمسؤولين، واقتراح الأخ أبو حمزة من أمريكا سأعرضه على الشيخ بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار
الجواب كلا لا يستوون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بأحكام الشرع، عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه؟ هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا، لا يستوون. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين المقبل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.